في يعني اتفاق مع اللجنه الاولمبيه ان احنا نعمل اتفاقنا مع المنتشر محطه في الحقيقه ان احنا بعض الحاجات اللي هي بعد تطبيق القانون في الحقيقه فرضت نفسها للتغيير ان احنا ننظر اليها في التعديل زي الجامعات العموميه للانديه زي التحكيم الرياضي لجنه فض المنازعات زي بعض الاجزاء في الاستثمار الرياضي كلها الحقيقه محك دراسه مع اكتر من جهه في الوقت الحالي كمان لجنه الشباب والرياضه بمجلس النواب في الحقيقه بذلت جهد في الحوار المجتمعي مع ما قمنا به من وزاره الشباب والرياضه مع بعض الخبراء على اعتبار ان هو الساحه الرياضيه يعني ان شاء الله من خلال القانون برضو تكون افضل في الفتره الجايه. اكيد لازم نبدا في كل مجال احنا عندنا الرياضه فيها رياضه بطوله لازم نكون مستعدين كويس نعمل مشروعاتنا القوميه في رياضه تنميه رياضيه ورياضه تكون للصحه ورياضه تكون استثمار وقت فراغ ورياضه تكون تنميه رياضيه في الحقيقه رياضه في المدارس رياضه في الجامعات ده جزء اخر بنتحرك فيه في استضافه الاحداث الرياضيه الكبيره والاستعداد ليها يعني زي استعدادنا لكاس العالم الهاندبول 2021 الحمد لله بوجود الدوله بشكل كبير بنتكلم على 2019 كره قدم بنتكلم على العديد والعديد من البطولات الاخرى ان احنا نستضيفها بالاضافه الى الايفنت او استضافه الاحداث الرياضيه في مصر على سبيل السياحه ده جزء برضو بنتحرك فيه زائد ملفات الشبابيه الكبيره اللي بنتحرك فيها يعني. ان شاء الله احنا يعني في مجموعه عمل كبيره جدا بتدرس دلوقتي بالاضافه للجنه التنظيميه لاتحاد الكوره واكيد ده كله يطلع ان شاء الله في الثلاث شهور فتره قليله كبيرة يعني بشكل كبير اللي فيها احنا نطلع ان شاء الله منتج في الاخر يكون كويس يليق باسم مصر. اللجنة شغالة دلوقتي بشكل كبير جدا على أعلى مستوى بتلف على كل الاستادات استاد القاهرة يمكن كان في زيارة اثنين رئيس الوزراء وانا معاه وبنتابع ايه اللي بيحصل دلوقتي أما الاستادات الأخرى في جهات بتلف فيها دلوقتي وبتناض إن شاء الله تطورها وفقا لمتطلبات التنظيم. الحمد لله نحاول نكون فعلا قريبين بنحاول نكون يعني حاسين بالمشكله بعض المشاكل بتتطلب لازم تتدخل فوري بعض المشاكل لا يعني في اطراف اخرى منوطين بيها نشوف الموقف ايه وناخد القرار اللي يتناسب مع ده اللي فيه في الاخر صالح العام وصالح الوطن يعني. كلام مهم جدا من سيادة